السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محدثكم أبو موسى أمين، رحب بكم مع جلسة إغلاق السوق ومارست الربح السريع. أعتذر أمس ما سوينا الحلقة، والله بديت فيها بس جاني شيء طارئ كذا وما كملتها. طيب، السوق في فرص، السوق مهما كان سيء في فرص. إذا أنت احتفظت بالكاش اللي عندك وزعت وتوزيع جيد راح تستفيد. شفنا ارتدادات لكاتريون قريب ال 10%، شفنا ارتداد للسعود الالماني قريب ال 10%، شفنا ارتداد للمواساه 10%، شفنا ارتداد. هتقول لي كيف اعرفها؟ هنا انت تقسم الشركات حسب الايجابيه، حسب اللي قلنا. هنا عندنا A1، هنا عندنا A1، هذا A1 أعطاني باتك لحاله. شوف لما ضرب السوق نزل، يعني نزل لكن بشيء بسيط، وارتفع مباشرة. عندنا هنا A1 ما في ولا شركة، سوينا تصفية جديدة أيضا A1 A2 ما في ولا شركة. طبعا السوق على اللحظي سيء اغلب الشركات. طيب نروح الى A1 2 3 4، بدينا يعني نقسمها. هنا عندنا A1 A2 A3 A4، عندنا ثلاث شركات. A3 السعود الالماني ارتد من السبعينات، تنمية ارتد وما زال ماشي، ايضا الاندلس A3. طبعا هنا ما يطلع عندي، هنا هذا A1 و A2 اقوى الشركات، انه المفروض اني اتعامل معها. هتضيع علي مو مشكله، تضيع علي فرص ما عندي مشكله، لكن الامان فين؟ الامان مع A1 و A2. شفنا انا تكلمت الحمد لله ولله الحمد على شركه كانت A2، اللي هي ايش؟ اللي هي اماك. اليوم ما شاء الله تبارك الله حقق 65 وما زالت الطلبات موجودة. طبعا ربما يكمل، طلبات موجودة، أنا ماشي معاه الآن، طلباته حلوة، واليوم جاب 65 مع ضغط السوق القوي، نفذ كمية كويسة بال90، 64 90. المفروض إنه السهم يعطينا موجة، موجة إلى كم؟ إلى ال70 بإذن الله تعالى. طبعا دخلنا الحمد لله صح، 61 60 ونص، 61 ونص، وروح ل 65. الان ضغط السوق بشكل كبير، اليوم 800 مليون، 200 نقطه ضغط قوي جدا، عندنا 200 شركه حمراء. انا عندي هنا مؤشر السوق، انا لما ادخل على السوق اشوف هنا 200 شركه حمراء، العامله النفس له دور. هنا عندي 28 شركه خضراء، لما خضر المؤشر الدنيا ولعت. الدنيا ايش؟ ولعت. المزاد شوف كيف شال في المزاد اماك، مع انه كان ينفذ هنا بالنص، ممكن يشوف 68 ممكن 70، لكن ما في شيء مضمون، ما في شيء مضمون. ضغط السوق القوي والمؤشر العام ياثر على اي شركه. بالنسبه الى ادري، عند السعود الالماني تنميه، الاندلس اسمنت ايش؟ القصير. مشكله في ايش في ادري؟ انهم يعني هنا، لا لحظه، اسمنت القصيم اي 4، اسمنت القصيم A4 تتفوق على A3 في الأسبوعي، لكنها في الشهري غير جيد، لكن ممتاز يومي وأسبوعي، ممتاز يعتبر اسمنت القصيم. طبعا اسمنت القصيم أخذ اسمنت حائل، وهذا شيء يعتبر ممتاز جدا، لكن المشكلة إنه أرباح شركات الاسمنت يعني 83 هللة على 60 ريال، ما نقدر نقول سيئة، لا مي سيئة، كويس كويس، لكن هل تستمر؟ هل تثبت؟ يعني 3 ريال 60. طيب خلينا نحط السوق كله، طلع اليمين، طلع لي للماريت، انا ما احب الريتات. الانماريت ما عنده شيء،
الريتات ميتة. طيب مين عندنا نازل؟ عندنا زمزم فارما، شفتوا الحركة كيف من 28 39؟ تكلمنا على السهم هذا، عنده أسبوع، الأسبوعي مو شغال، لكن شوفوا الحركة كيف. شوفوا هنا لما ضربنا 28 ورجعنا ضربنا 29 وضربنا 30 ورحنا إلى قريب ال40، خلاص قريب ال40، سهم نشاطه ممتاز جدا، أرباحه ممتازة. شوف 28 20 28 80، أمس شيء في الخيال يعني، 35 تضرب 30 20 وروح تشيل 39 80. طيب أنا إيش أستنى؟ طبعا السهم ده تكلمنا عنه سابقا ما عنده أسبوعين، تبغى تضارب مع القيعان، تكلمنا وشرحنا على ال 28 وعلى ال 30 ونزلتها على الشارت. طيب ايش باقي لي؟ اليوم ممتاز والاربع ساعات ممتاز، والاربع ساعات فوق الصفر واليوم فوق الصفر، خلينا ندخل نشوف. هذا اربع ساعات فوق الصفر ايجابي، شيء ممتاز. وهذا الايرون اب، وهذا ايضا الايرون الديكس عفوا. طيب نروح لليومي، نشوف اليومي عندي هنا ماكد يومي اخترق واخترق الصفر، وهذا جدا ممتاز. قاعك 28 80 والسهم يحاول، هل سوف يستجيب؟ شوف الاخضر عندي هنا كويس، عندي الايرون اب، عندي ستوكاستيك، باقي هنا لازم الاحمر ينزل تحت، لازم الاحمر هذا ينزل تحت والازرق يطلع فوق. طبعا الاربع ساعات معطينا هذا زمزم فارما، الاربع ساعات هنا 100 100 والساعه 100 100، باقي اليوم. وعندنا اليومي لو ينزل تحت ال20 افضل. شوف اليومي الاحمر، الاحمر هذا السيء، هذا قوة البيع 21، لو تنزل تحت ال20 يصير ايش؟ افضل. شوف لما ارتفع فوق نزل السهم، لما ينزل تحت السهم ماشي على فوق. زمزم فارما ارباحه كانت ممتازة وربما يعلن ارباح ممتازة، نشوف شيء حلو، قد نستهدف القمة السابقة وقد نخترقها. اديس الأسبوع اللي فات تكلمنا على الأديس، قلنا ممكن نشوف 19، جابت 19 صح، إنه ضرب ونزل وضرب ورجل، خلاص خلاص كان سجل حلو. طيب لكن ضربنا فوق تحت فوق تحت، ومن ثم ومن ثم جاب 19. ميزة السهم إنه تستطيع شراء كميات كبيرة، وهذه ميزة لأصحاب رؤوس الأموال اللي عندهم مليونين ثلاثة أربعة ستة عشرة، يستطيع يشتري كميات 6 مليون سهم، يشيل منك كميات 300 ألف 700 ألف 500 ألف، تقدر تأخذ كميات في شركات كثيرة. لو عندك 50 ألف ما تعرف تصرفها، 50 ألف سهم ما تعرف تصرفها، تورط فيها. هذه ميزه في السهم، ميزه كبيره. عندي الاندلس ايضا اي 3، بدا في شراء بسيط على السهم، شايفين الشراء كيف؟ باقي الماكد اليومي، نبغى نعرف الادنى كم في الايام السابقه في شراء السهم. عندي هنا 22 30، هذه ادنى نقطه، 22 48 22 88، بدا السهم يحاول الان، يحاول، شوف يحاول محاولات للارتداد اللي هو ايش؟ الاندلس الشهري ما زال فوق الصفر، الاسبوعي فوق الصفر، لكن الاسبوعي سلبي والشهري ايجابي، عشان كده قلنا اي 3. ايش هو الاي 3؟ اي 3 الشهري ما زال ايجابي واللحظي ايجابي. هنا ممكن زي جبل عمر ارتفع من 23 شويه الى 25. خلينا نشوف مين عنده شموع مبروكة.
لحظة، نبدأ باليومي، الشمعة المبروكة اليومي ما في ولا سهم، اختراق الشمعة المبروكة ما في، المتقدمة ثباته غريب على المنطقة هذه، أنا ما أحب البترول، والبترول ما أحبه، كله ما أحبه، التعاونية هنا أعطانا شمعة مبروكة على 4 ساعات. طيب عندي شمعة مبروكة أسبوعية، الآمار، ريتال، عطا، الخزف، الكثيري، الفخارية، جبسكو، لكن هذه من يوم الأحد، ما هي من اليوم. طيب مين عندي اختراق الشمعة المبروكة؟ دلة الصحية، هذا السهم قاعد في المنطقة هذه ولا راضي يطلع، قاعد ما هو راضي، تزيد الإيجابية ولا تنقص، ماسك في منطقة معينة واقف. الأسبوع اللي فات عندنا 58 أدنى، الأسبوع هذا عندنا 62، تكلمت عنه أكثر من مرة، سهم ثابت، دلة صحية ثابت، يعني أنا منتظر اليوم إيجابي، الـ4 ساعات إيجابي. طيب أعطيني هذا 4 ساعات من أول فوق الصفر. لحظة، هذا 4 ساعات كان فوق الصفر ونزل ورجع، اعطاني هنا كان يحاول. طيب معناها استنى اليومي، معناها انا انتظر ايش؟ اليومي، هذا اليومي، شوف هذا كله شراء، انتظر اليوم، رعايه راح من 170 الى 190 ودله قاعد، اليوم شمعة حمراء، لازم انتظر اليومي يخترق، في حلول تدخل بعد الاختراق او مع التلامس او قبل الاختراق بشويه، 0.64، لا يحتاج شويه، يحتاج شويه ثبات، يحتاج شويه ثبات، دخول سيوله، شايفين دخول السيوله كيف؟ دخول سيوله، دخول سيوله، ثابت السهم الى الان ثابت، هل ينتظر؟ هل طبعا الار اس اي ثابت ايضا 47، يفضل يعني يفضل السوق استك اسبوعي. طيب نبغى ستوك استك اسبوعي، يا للاسف اعطى ورجع، للاسف اعطى ورجع دله، بحر العرب طبعا اعلن خسائر، خرج، انا يعني انا بالنسبه لي خرج من حساباتي، سبكيم، قطاع بنا، اسمنت الشرقيه، مدينه المعرفه، مدينة المعرفة لها شلنا ورنا، أول أسبوع سلبي، واليوم 4 ساعات تحت الصفر، يحتاج المزيد، سليمان، النهدي واقف لا راضي يكسر القيعان هذه ولا راضي، لكن نراقبك إن شاء الله. مبروك، تكلمنا على لومي، وهذا لومي ما شاء الله تبارك الله، لومي في 90، ارتد من منطقة 80 إلى 90، عاكس المؤشر الحمد لله وثبت ما شاء الله تبارك الله، كان واضح الطلب عليه ب 80 82 اللي تابع الجلسات السابقة. طيب ايش اللي قدام؟ خلينا من اللي راح، خلينا ايش من اللي راح، اللي قدام ايش اللي قدام؟ عندنا هنا تنمية بدأ يحاول الارتداد، اليوم عكس، نفتح على الشارت، هذا الشارت، وهذا الأخضر بينطع الأحمر، وهذا الماكد اليومي بدأ يتحرك. طيب الأدنى 13، وبدأ اليوم اخترقنا منتصف البولينجر يوم، وهذا جيد جدا، عندنا مقاومة على 142، وعندنا ممنوع منعا باتا الإغلاق تحت أسفل البولينجر يوم. طبعا شوف السحبة هذه، وهذه السحبة هنا، الإغلاق هذا مية واحد وعشرين ثمانية، أنا عندي هنا الحين إيش منتصف البولينجر إيش يومي، مية ممنوع تغلق الشمعة تحت، هنا المضارب يوقف خسارة، خلاص هنا المضارب يوقف إيش خسارة، ولا علم أي سهم ما أعطاني A2 A3 ترى ممكن يخسر أرباحه في جلسة واحدة، في جلسة واحدة يخسر 7 6% عادة. خلينا نلقي نظرة على الشركات اللي عندها
A3 with A2 نسخ، شيل ال RSI من المتوسطات، نروح للشركات، هذه الشركات عجبنا ولا هذه مش الصفحة اللي نبغاها؟ لا والله 100، اي هذه هي ولا هذه هي، هذه عندنا نسخ رسالة جديدة، شيل. طبعا في شركات ما راح تظهر نهائي، في شركات سلبية ما راح تظهر نهائي، يعني عندي أمريكانا ما يظهر نهائي، دواء سالب. هذا سالب، معليش يعني ارتد لكن ما يظهر. عندي نروح لسالب، سلبية على الشهري، سلبية الأسبوعي، هنا معناها أنت خارج الحسابات. ستوكاستك أسبوعي سلبي، اليومي ما زال سلبي، خارج الحسابات. سوليوشن خارج الحسابات، تهامة، الدواء نقي، لا هذا موجود، العقارية A3، سنوم A3، صدر صفر، الجوف الزراعية A1، حبيبي الجوف، هذا الجوف الزراعية A1، التعمير A3، مطاحن زيرو، سيرة زيرو، نسبة النجاح في A لما تكون زيرو ضعيفة. طبعا في تصفيات عندي هنا، هنا عندك تصفيات، هنا عندك التصفية، هنا ستاندر، هذه تصفية ستاندر، ما لها شغل مين يطلع، أي سهم يطلع معاك راح يتحرك. متقدمة عليه ثبات في المنطقة هذه، إيجابية على الشهري وإيجابية على الأسبوعي، الـ4 ساعات فوق الصفر، أنا ما أحب بس أشرحها، بس هذا كويس، الـ4 ساعات فوق الصفر هذا ممتاز، قد يكون هناك شيء يخفي السهم، ما ندري. نشوف اليومي، هذا اليومي عندنا اختراق لنا 3 أيام، المتقدمة والأدنى 39، في ثبات في المنطقة هذه المتقدمة. لست متفائلا دائما بشركات البترول، لكن في مؤشرات على السهم هذا، كم الأرباح خلينا نشوف، إيش هذا خسائر، حققت شركة خسائر من جدة وذولي، الله بعرف. كل واحد إيش، كل واحد يعرف مصلحته، ما أقدر أقول ما يطلع، في مؤشرات قد يكون هناك مشاريع قادمة، قد يكون في أرباح قادمة، في مؤشرات جيدة على الأسبوعي والشهري أيضا. خلينا نشوف الشهري إيش مسوي، خلينا نشوف الشهري، في اختراق شهري في آخر 3 شهور، في الـ RSI مخترق في آخر 3 شهور، هنا ربما يخفي شيئا، ما ندري. عندي الأدنى هنا 38.5، وعندي مقاومتي هنا على 45 60، منتصف البولينجر 42 25. أيضا في الآن عندنا اليوم حدث جديد، اللي هو برنت. برنت يا إخوان سلبي جدا، و كسر الصفر الأسبوعي واليومي، ومنتظرين آخر الشهر. اليوم كان وقت التداول، اليوم الظهر كان الشهري تحت الصفر، شايفين؟ تحت الصفر، هذا شيء غير جيد، هذا شيء غير جيد يا أخوان. خلينا نشوف هنا إيش سوى، كم كانت الأسعار، نبغى نطمن على البترول، البترول مهم يا أخوان، أنا بالنسبة لي مهم جدا. لما كنا تحت الصفر كم وصلنا هنا؟ ياهو من جدكم، ياهو ما نمزح، ياهو ياهو ما نمزح، لا إله إلا الله. هنا كسرنا الصفر ونزلنا من 108 إلى 34، وهنا كسرنا الصفر في منطقة 64 ونزلنا إلى 21، والله معناها مشكلة، يوه كسرة الصفر ما هي زينة، أنا أعرفها على الشهر ما هي زينة،
هنا قدامكم اهو، كسرنا الصفر من 115 نزلنا الى 35، هنا كسرنا الصفر في مناطق 60 ونزلنا الى 21 26، وهنا الله يستر بترول، الله يستر وضع البترول غير جيد. هل هذا يسرع السوق؟ نعم نعم يسرع السوق. إذا نزل البترول لا قدر الله 60 50 45، هذا شيء غير جيد نهائي، وهيأثر على السوق بشكل يعني. لذلك الله يستر، تأثير البترول على السوق غير جيد، لكن في النهاية سهمك هو أهم شيء. في أسهم تعاكس وفي فرص موجودة، ولازم تستغل الفرص، فلوس تكون معك كاش. تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.